قبل ما نروح اسكندرية، أيوة، عايزة أشيد وأحيي اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة لاستجابتها لمطالب مد فترة القيد. والحقيقة كنا هنا من أوائل الناس اللي فتحت الموضوع ده، وامبارح تحديدا اتكلمنا فيه بمنتهى الشفافية وبمنتهى الصدق. النهاردة في استجابة سريعة بالقرار بمد فترة القيد ل 30 نوفمبر، بما يعني انه الاهلي والزمالك بقى عندهم ارتياحيه اكبر وفرصه في القايمه بتاعتهم، وما بقوش مجبرين انهم يفقدوا لاعب قبل ال 27 نوفمبر يوم نهائي البطوله.